كيف نواجه هذا التشدد الديني من بعض التجمعات وبعض الآراء؟ لا، بالوعي اللازم اللي كل اللي انت بتعمليه واللي انا بعمله وعشرات اللي يعملوه ومئات من المثقفين. هنا بقى دور الثقافه ودور الاعلام طبعا طبعا نوعي الناس بهذا. قصدي كلها حاجات طارئه علينا كلها. انا مثلا متربي فين؟ في حي شبرا، وهو حي من الطبقه المتوسطه التقليديه. البيت بتاعنا كان فيه ايه؟ يعني مزيج من طبعا قطع المسيحيين او مسلمين. انا بص في في في, في البيت عندي احنا كنا عماره كانت 5 ادوار، فيها مسلمين وفيها مسيحيين. اللي كان ساكن في الدور الاولاني فلسطيني من وهو صاحب محل البقاله اللي كان تحت. اللي ساكنين في الدور الاخراني طلاينه، كان اسره قاضي طلياني في المحاكم المختلطة. فين؟ في حي شبرا. وكان العلاقة جميلة. وأنا فاكر وأنا صغير كنت أطلع على السلم، إحنا كنا بنسميهم الخواجات، يقعدوا يضحكوا معانا ويلعبونا. وبعدين جو، هو ده جو مصر. وفين؟ وفي حي شبرا، مش في اي حي تاني. ما احنا بنتكلم عن زمان. ما انا عارف دلوقتي. بس بقول لك هذا الكلام حاليا بقى. يعني هذا اللي كان موجود، يعني هذا المزيج، هذا المزيج الجميل طبعا تعرض ليه يعني اشياء خاطئه كثيره حصلت، يعني خدشت هذا النوع من الاجماع الوطني المصري والاجماع القومي المصري.